أسألك على مرحلة البنك الأهلي، قعدت كتير لأن ساعتها كان كلام كتير أيمن أشرف ورايح الزمالك وتفاوض والزمالك كلموني وأنت كان عندك من الأمانة ما يكفي، أنت قلت الزمالك ما كلمونيش. لا هم ما كلمونيش شخصيا، أه بس بس هو هم وكلاء أو حاجة كلموا زي كده. وكلاء، يعني كان في وكلاء في النص وكده، و انا يعني قفلت الباب من الاول، يعني قلت مش هقدر ان انا يعني اخد الخطوه دي. نعم. طبعا انا مش بزايد كابتن لا شوبير، لان مش طبيعتك. الناس الزمالك نادي كبير وجمهور الزمالك لا جمهور أكيد. كبير، فالواحد مش بيزايد على نادي الزمالك. لكن الحقيقه ان انا عندي تاريخ كويس، تاريخ محترم الحمد لله في النادي الاهلي، فانا في الاخر انا هبقى محسوب على النادي الاهلي يعني، نعم. ويكفيني شرف ان انا ابقى محسوب على النادي الاهلي فكان ملف مغلق تماما بالنسبة لك. بالنسبه لي. اه فاضل لك قد ايه في عقدك مع البنك الاهلي؟ انا خلاص السنه دي بس. السنة دي. اه بتنوي الاستمرار؟ احنا بقينا كام سنة ايمن دلوقتي؟ انا 33 سنه. لا ده لسه بدري قوي. لا ده لسه بدري قوي يعني. لسه. ده لسه بدري كتير يعني. لسه يعني ناوي ان شاء الله، لسه شويه الحمد لله يعني ان شاء بتشتغل الله. لوحدك بره يعني؟ كتير من اللعيبة بيشتغلوا جيم، جاهزة نفسهم بره بعلم النادي طبعا، بيبقى عندهم تدريبات تخصصية. هل بتعمل ده ولا مكتفي بالشغل اللي جوه لا النادي؟ لا طبعا انا بزود طبعا مع نفسي بره، ايوه. لان انا قدرات البدنيه عندي كل ما السن شويه بيكبر، كل ما تحتاج يعني انك تشتغل بدني نعم. اكتر يعني. المحطات الاهم بقى بالنسبه لك مع البنك الاهلي، لان انت رحت على نادي البنك الاهلي يا دوب شويه كده، وبعدين بدات تلعب اساسي. السنه اللي فاتت كانت البدايه للفرقه مش جيده، وبعدين خلصته بشكل جيد. المحطات، المباريات المهمه اللي فرقت مع ايمن اشرف واللي فرقت مع نادي البنك الاهلي. يعني الماتشات المؤثرة اللي رجعتنا شوية أو خلت شكل الفريق كويس، كان ماتشين المصري كسبناهم، ماتش 4 وماتش 5، ماتش الأهلي كسبنا 4-3، في ماتشات كتيرة يعني. المقاولين برضو كسبنا 5 وكسبنا 3، يعني كسبنا ماتشات كويسة يعني، وماتشات مؤثرة رجعتنا على الخط تاني يعني. انت لاعب راجل ولاعب 1+1=2 بالنسبه لك يعني، في مباريات النادي الاهلي وانت كنت واحد من اعمده النادي الاهلي ومن نجوم النادي الاهلي وبتكسب النادي الاهلي 4-3 كمان، بتبقى مشاعرك عامله ازاي؟ خصوصا انت عارف احنا ما شاء الله، يقول لك بص ايمن اشرف مفوت الجون عشان الاهلي، بص محمد عبد الغني مفوت الجون عشان الزمالك. عندنا في مصر بيحبوا الحاجات دي شويه. لا ما فيش حد هيفوت، مش فيش حد هيفوت حاجة يعني عشان يكسب فرقته السابقة، وده بيتي يعني، هو النادي الأهلي بيتي، وأنا طبعا. اتربيت في النادي الأهلي إن أنا يبقى عندي شرف وعندي أمانة في شغلي يعني. حلو. فأنا في شغلي عندي أمانة طبعا. طبعا بعيدا عن بيتي النادي الأهلي، أنا ببقى داخل كل ماتش إن أنا ببقى عايز أكسب، لكن مشاعري طبعا ببقى عايز فرقتي تكسب طبعا ده مش يعني. عايز كلام. يعني ببقى عايز فرقتي لكن انت تكسب. بتلعب قدام الاهلي يعني سنين طويله جدا في الاهلي، وبعدين بتلعب قدام النادي الاهلي وبتكسب النادي الاهلي كمان، ما هي مشاعر مختلطه طبعا مع فرقتك، عايز تكسب وعايز تبقى كويس وكل حاجه، لكنه من جوه الواحد برضه بقى عنده مشاعر مختلطه يعني. طبعا يعني هو في الاخر يعني انا ابن من ابناء النادي الاهلي ولاعيب محترف، لكن انا في ماتش مثلا 4-3 بتاع السنه اللي فاتت، انا صراحه بعد الماتش كنت مبسوط يعني، كنت مبسوط ان أكيد. انا كسبان، نعم. مبسوط جدا ان انا يعني رديت على كلام يعني كتير. رديت على تساؤلات كتير وعلى كلام كتير انا كنت حابب يعني ارد في الملعب يعني، ما اردش بره ولا اتكلم بره، ردي كان في الملعب ان انا ادي بشكل كويس جدا وان انا اكسب في الاخر يعني.